تعالى تعالى ولا نقطة نقطة سودة ماشية في الشارع. أيوه عايز إيه؟ بس بقى اسكت بقى امشي يلا. تعال تعال بس 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 بس. تخيلوا في واحدة جات شافت القط الأسود معايا قالت لي أنا هاخده فاشتريت له الحاجات دي تمام أهو. قالت لي خلي عندك أنا هاجي كمان ساعتين هاخده هنصوره وهي بتاخده طبعا هصور بس القطط مش أكتر يعني ودي الحاجات بتاعته هيبقى ليه بيت. مبروك هنصور لكم دلوقتي وهو ايه لما يجي يستلموه ماشي. مبروك يا عم. ما حدش بقى يقول لي لا طب انت سألت الاول ده ممكن يعملوا فيه لا مفيش حد هياخد قط زي ده الا لو فعلا رحيم يعني مش هنقول مثلا اللي هو قط شيرازي ولا قط مثلا سكوتش لا قط بلدي عادي شافته وقالت لي انا عايز القط ده انا عايز انقذه فخلاص هيبقى ليه بيت. ماشي يا عم مبروك مبروك. صورها هنا جوه ايوه مع الخضروات ده ايه ما لما لقيت ما عرفت كيف اشيلها لا عشان تصور ولا لا 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 تصور هنا تصور هنا هنجهز معانا كمان 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 و حطي دي كمان معناته امسكوا لي هذا